السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشرح لكم طريقة الحصول على شتلات الخروب من البذور وفي مدة 30 يوما. نبدأ على بركة الله. أول خطوة، نأتي بماء فاتر أي درجة حرارته أقل من 50 درجة مئوية، ومن الأحسن أن تتراوح ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية. نضع بها بذور الخروب ونتركها داخل الماء لمدة أسبوع أو ما بين 5 إلى 7 أيام. هذه أول خطوة من العملية. ننتقل إلى الخطوة الثانية. بعد أسبوع نأتي بالبذور. هذا هو لون الماء الذي يصبح عليه. نقوم بتصفية البذور أو إفراغ الماء من الأصيص ووضع البذور على ورقة حتى تظهر لنا كيف أصبحت. ها هي البذور بعد أسبوع من وضعها في الماء، أصبحت منتفخة متشبعة بالمياه. إذن وهذه هي أول مرحلة في عملية الإنبات. الآن نتأكد من أن البذور صالحة للزراعة أي بداية ظهور الرشيم. نقوم بنسع غشاء البذرة أو غطاء البذرة لنرى كيف أصبح الرشيم، هل بدأ في عملية الإنبات أم لا. إذن ها هي البذرة من الداخل. وهذا هو الرشيم. إذن بدأت عملية الإنتاج لبذور الخروب بعد أسبوع فقط من وضعها في الماء الفاتر. إنتاج البذور بوضعها في الماء الفاتر الذي تتراوح درجة حرارته ما بين 40 إلى 50 درجة مئوية، طريقة صحيحة وعلمية. وهذه هي قشرة البذرة، أصبحت طرية. أعرف أن قشرة الخروب يابسة أو صلبة، يصعب للماء من اختراقها لمدة طويلة. فزراعة البذور مباشرة في التربة تستغرق مدة طويلة، لذلك هذه أحسن طريقة. وهناك طرق أخرى، يستعملون مواد كيميائية لتليين قشرة الخروب. فنضع البذور في أصيص، ومن الأحسن أن نأتي بتربة زراعية. كما يمكننا أن نزرع البذور مباشرة في الأرض أو في أسس زراعية أو في أكياس زراعية، ولكننا يمكننا أن نزرع كل البذور في أصيص واحد. وعندما تصبح شتلات طولها ما بين 5 إلى 6 سنتيمتر، نقوم بنقلها إلى أكياس زراعية. وبهذه الطريقة نقوم بعملية السقي. ودائما سقي بذور الخروب نسقي يوم بعد يوم، يوم نسقي يوم لا نسقي واليوم الثالث نسقي. هاي بذور الخروب بعد شهر من زراعتها، فأصبحت شتلات طولها ما بين 4 إلى 5 سنتيمتر. فيمكننا أن نقوم بنقلها إلى أصيص. نأتي بأصيص ونضع حفرة صغيرة بهذه الطريقة، والخروب ينمو في أي تربة مهما كانت التربة، ونقوم بسقي النباتات حتى يسهل علينا عملية نزعها بهذه الطريقة.
ونضعها في الأصيص الجديد، ونضع التراب حول الجذور، ونقوم بالضغط على التراب من أجل استخراج كل الهواء، ونضمن نجاح عملية زراعة شتلات الخروب التي لا يتجاوز عمرها شهر واحد. نقوم بعملية السقي، والسقي يكون غمرا، وكلما لاحظنا أن التربة جافة نقوم بسقي الشتلات. ها هي شجيرة خروب مزروعة بنفس الكيفية عن طريق البذور. هذه شتلات خروب. بهذا إخواني أخواتي مشاهدي قناة الظاهرة في الأحياء، لا تبخلنا بالاشتراك في القناة، تفعيل جرس ضغط الأجام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.